لكل اصحابي الحلوين النهارده هحكي لكم حدوته شروق شمس الاصيل. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كان في راجل طيب اسمه جده اصيل، كان قاعد مع احفاده في البيت، كان عنده حفيده اسمها شروق وحفيد اسمه شمس. كانوا دايما قاعدين ساكتين، كل واحد ماسك موبايله ومشغول وبيلعب ومش بيتكلموا مع بعض ولا بيخرجوا يتفسحوا. فكر جده أصيل إزاي يخليهم يسيبوا الموبايل شوية وقال لهم: يلا يا ولاد النهاردة الجمعة، يلا عشان نخرج هنتفسح مع بعض. وفرحوا قوي أحفاده شمس وشروق وقالوا له: بجد يا جدو هنخرج معاك وتاخدنا تفسحنا؟ هتودينا فين؟ تعالوا بس معايا وانا هخرجكم خروجة حلوة وهتنبسطوا، بس قولولي الأول بلدنا الحلوة اللي احنا عايشين فيها اسمها ايه؟ ردت شروق عليه وقالت له: مصر يا جدو. طيب والعاصمة بتاعت مصر اسمها ايه؟ رد المرة دي شمس وقال له: القاهرة يا جدو. برافو عليكم يا ولاد، احنا دلوقتي هنروح القاهرة وهتشوفوا كل الحاجات الحلوة اللي فيها. ولبست شروق ولبس شمس وجهزوا نفسيهم للرحلة، وراحوا مع جده أصيل وركبوا معاه العربية ومشيوا وهم مبسوطين جدا. وأول مكان راحوه جده أصيل وداهم بانوراما أكتوبر، وده المكان اللي كان بيبين كل اللي حصل في حرب 6 أكتوبر 1973، والمكان ده موجود في مصر الجديدة في شارع صلاح سالم عند استاد القاهرة. وقعد يفتكر جده أصيل كل اللي حصل زمان أيام الحرب وقال لهم: انتوا عارفين يا ولاد ان حرب أكتوبر كانت بين مصر وإسرائيل، وانتصرت فيها مصر انتصار عظيم بعد ما عبرنا خط بارليف الحصين اللي إسرائيل قالت محدش يقدر يعبره، لكن المصريين قدروا بقوتهم ان هم يعبروه وانتصرنا انتصار عظيم جدا. وقعدوا الولاد يتفرجوا على الدبابات والطيارات وكل صور الأبطال اللي حاربوا في 6 أكتوبر. وبعد ما خلصوا الولاد واتفرجوا على بانوراما وخرجوا، جده أصيل قال لهم: يلا يا ولاد علشان نلحق نصلي الجمعة في سيدنا الحسين. وهم ماشيين شروق سألت جده أصيل وقالت له: يا جدو ممكن تقولي هو مين سيدنا الحسين؟ يا شروق سيدنا الحسين هو حفيد سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وابن السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله. وكان سيدنا محمد بيحب ولاد بنته فاطمة الحسن والحسين، وكان بيحبهم قوي، كان بيتعلموا منه كل حاجة، الصلاة والصيام وإزاي يساعدوا الضعيف ويطلعوا صدقة لكل محتاج. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: من أحبني فليحب الحسين. شفتي بقى يا شروق وانت كمان يا شمس، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيحب أحفاده ازاي الحسن والحسين؟ أنا كمان بحبكوا قوي. وصلوا الولاد مع جدهم أصيل، وشمس قال لجده: إيه يا جدو، يا جدو عايزة أتفسح، فين الأماكن الحلوة اللي انت قلت هنلعب فيها؟ أنا سبت الموبايل وسبت لعبة بابجي اللي بحبها عشان خاطرك. وجده أصيل قعد يضحك وقال له: إيه يا شمس يا حبيبي أصبر، هتروح كل الأماكن الحلوة اللي نفسك تروحها، بس الأول لازم تعرف بلدك كويس، لازم تعرف التاريخ الحديث والتاريخ الإسلامي، ده أنا لسه هعرفكوا بالتاريخ الفرعوني. تاريخ فرعوني؟ تاريخ فرعوني إيه يا جدو؟ فين النيل؟ أنا عايز أشوف النيل، فين البرج؟ طلعني البرج يا جدو. وضحك جده أصيل وضحكت شروق وركبوا العربية مع بعض ومشيوا عشان يفسحوا شمس في الأماكن اللي هو عايزها عشان ما يزعلش. وأول ما وصلوا نزلوا كلهم وركبوا مركب في النيل وغنوا واتبسطوا وشافوا النيل بميته الصافية الجميلة، وفرح شمس قوي وقال لجده: الله يا جدو أنا مبسوط قوي، النيل ده كبير جدا وشكله جميل. أيوة يا شمس، نهر النيل ده أطول نهر في العالم، طوله 6650 كيلومتر، وهو شريان الحياة في مصر. وهم راكبين المركب في النيل شافوا برج القاهرة، راح شمس قال لجده: إيه البرج هو يا جدو؟ يلا والنبي ودينا البرج. وجده أصيل خدهم وطلعوا برج القاهرة اللي في منطقة الزمالك، وكان المنظر جميل قوي من أعلى البرج، والولاد شافوا الأهرامات، وجده أصيل قال لهم: انتوا عارفين يا ولاد إن برج القاهرة أعلى من الهرم الأكبر بحوالي 43 متر؟
وشوية وهنروح الأهرامات وهتشوفوها، بس الأول هننزل نتغدى في المطعم اللي في البرج، وده اسمه المطعم الدوار، وإحنا قاعدين بناكل هيلف بينا ونشوف القاهرة كلها. وكلوا الولاد واتبسطوا قوي، وقالوا لجدهم: هو حضرتك هتودينا الأهرامات بجد يا جدو؟ طبعا يا ولاد، مش أنا قلتلكوا ده أنا هوديكوا الأهرامات وهنروح جنينة الحيوانات كمان. جدو أصيل، أحلى جدو في الدنيا، إحنا بنحبك قوي يا جدو. وأنا كمان بحبكوا قوي يا ولاد عشان أنتوا شطار وبتسمعوا الكلام. وراحوا الولاد الأهرامات اللي موجودة في محافظة الجيزة، وأول ما شافوا الأهرامات شروق قالت لجدها: الله، دي كبيرة قوي يا جدو، مين اللي بنى الأهرامات دي وإزاي بنوها كده؟ هقولك يا شروق، انتوا عارفين يا ولاد ان الاهرامات دي من عجائب الدنيا السبعه، والفراعنه هم اللي بنوها، والفراعنه هم اجدادنا المصريين اللي بنوا الاثار العظيمه دي من 5000 سنه، ولغايه دلوقتي مش قادرين نعرف ازاي بنوها وازاي كانوا بيشيلوا الاحجار الكبيره دي. بس ليه يا جدو في هرم كبير وهرم وسط وهرم صغير؟ الهرم الكبير ده يا شروق اسمه خوفو، عشان الملك اللي بناه كان اسمه الملك خوفو وسموه على اسمه، وهو ليه غرفة جوه الهرم، ودي المقبرة اللي حاطين فيها الملك. والهرم الوسطاني ده هرم الملك خفرع، والملك خفرع ابن الملك خوفو. وتالت هرم الهرم الصغير ده هرم الملك منقرع، والملك منقرع ابن الملك خفرع حفيد الملك خوفو. أيوة يا جدو، يعني الأهرامات التلاتة، الأب خوفو والابن خفرع والحفيد منقرع. برافو عليك يا شو. أمال إيه التمثال الكبير ده يا جدو؟ ده تمثال أبو الهول، وده بناه الملك خوفو، وبنوه على شكل رأس إنسان وجسم أسد، عشان الأسد بيرمز للقوة ورأس الإنسان بيرمز لعقله. بيورونا إزاي الإنسان المصري استخدم عقله وقوته البدنية في بناء الأهرامات. وبعد ما شمس وشروق عرفوا كل المعلومات عن الأهرامات وأبو الهول، ركبوا الجمل والحصان ولعبوا وضحكوا مع جدو أصيل وتصوروا أحلى صور هناك. وبعد ما خلصوا راحوا حديقة الحيوانات في محافظة الجيزة، ودي أكبر حديقة في مصر والشرق الأوسط، وشافوا حيوانات كتير قوي، شافوا الأسد وشافوا الفيل وشافوا الزرافة، ولعبوا معاهم وأكلوهم، وكان يوم جميل جدا، واتبسطوا وفرح قوي شمس وفرحت شروق. وفي الرحلة الجميلة دي كان الولاد نفسهم يروحوا الملاهي، لكن جدو أصيل قال لهم: أنا تعبت قوي يا ولاد ومش هعرف ألعب معاكم الألعاب هناك، بس هوديكم مكان حلو قوي هيعجبكم. وقعدوا يفكروا الولاد يا ترى جدو أصيل هيودينا فين، وجدو أصيل خدهم وداهم السيرك القومي، وفرحوا قوي الولاد واتفرجوا على فقرات كتير، فقرة الأكروبات العالمية وعروض الحيوانات، وشافوا قد إيه المدربين بيتعبوا وهم بيدربوا الحيوانات عشان يعملوا الحاجات الحلوة دي. وبعد ما خلصوا السيرك دي كانت آخر رحلتهم، وجد أصيل قال لهم: إيه رأيكم بقى يا ولاد في الخروجة الحلوة دي؟ جميلة قوي يا جدو، مصر دي حلوة قوي وفيها أماكن جميلة، والأحلى أنت يا جدو عشان خليتنا نشوف الأماكن الحلوة دي، ربنا يخليك لينا يا جدو، وإن شاء الله هتودينا رحلات كتير زي دي عشان نشوف مصر. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة، واستنوا معايا حدوتة جديدة ومعلومة مفيدة من حدوتة جين. عشان توصل لكم كل الحواديت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك.
مصر جميلة، مصر جميلة.